أهلا بكم مشاهدينا الكرام في اليوم 49 للحرب في أوكرانيا وسط محاولات روسية لتعزيز مواقعها بالشرق. كييف تقول إن المفاوضات مع موسكو صعبة للغاية بالتزامن مع رفض الرئيس الروسي بوتين تحديد جدول زمني لإنهاء هجومه على أوكرانيا. بدورها ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن روسيا أتمت استعداداتها لشن هجوم واسع على شرقي البلاد للسيطرة بالكامل على منطقة دونباس. من جهته قال حاكم منطقة دونيتسك، قال إن المدينة تشهد قتالا مستمرا ليلا ونهارا وأن التواصل أصبح شبه معدوم مع مدينة ماريوبول. وفي كراماتورسك قال عمدة المدينة إن نحو 40,000 ما زالوا في المدينة وسط محاولات لتأمين إجلائهم في الأيام القادمة. أما الآن مشاهدينا الكرام فنترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.